عارف بقى انا اتخيلت ايه؟ ان احنا نشتري البيت ده من صاحبه ونوضبه زي بيوت زمان. هنا البيوت لازقه ببعضيها، لو ركزت في كل صوت هتتعب. وقالت اسرتها انها كانت تعاني من حاله اكتئاب شديده جدا. ربنا يسامحها. سامحها في ايه يا ولية دي؟ ماتت كافيه. الشباك ده بقى بتاعي، يعني تصحى الصبح تلاقيني في وشك، يعني احلى استباحه. هنا الدنيا كلها بتقول لي يا ريس هشام احنا مالناش دخل بحد. انا بسمع صوت واحده بتعيط طول الليل. دي اخطر اوضه في البيت. البيت ده مهجور، يعني مش اي حد يقعد فيه. وانت كنت لقيت مكان تاني وانا قلت لا. المؤسسه هنا محتاجه بيانات واوراق لو كنت هتشتغل. انت معاك كام مليون بقى عشان تشتري بيت زي ده؟ بس نصيحه مني، شغل قران قبل ما تنام. البيت اللي زي ده يا صاحبي مليان عوض. اكيد حاسه بتحسن مش كده؟ مؤقت، تحسن مؤقت يعني.